حاولوا تشوفوا الغرس بتاعنا 20 درجه دلوقتي يا جماعه، عمال بتقلب كل واحد مكان واحد بيتكلم وضع هنا بيريحك. ارجوك يا شيخ يا فارس شوف لنا حاجه للميه احسن، المركب بتسع 20 درجه دلوقتي. تعالى اليمين كده واحده واحده. انا عايز اقول يمكن على 10 ريحه بقى صح كده، ريحه اليمين يعني بدل ما هو جاي هو مقصر معانا يعني لو نيجي في عينه شويه لا الناس يعني مش عارفين يعملوا البلاست يعني انا مش قادر افهم برضه يعني. النص كله شمال كله شمال مركب بتغرق كله شمال.